الدنيا كانت دعم غير طبيعي. اه طبعا الجمهور نادي الزمالك كله جاي الاستاد متقفل، يعني انا اول مره في استاد متقفل كده، لا جاي داعم ليك وانت عايز تعمل حاجه، فكانت اللي هو واخد باور مرتين من اي نفسك ومن الجمهور. اي عايز ارجع معاك بقى كام سنه ورا كده، ساعه لما طلعت الفيرست تيم، وسبحان الله رب ضاره نافعه، يعني الوقت اللي كان الزمالك ممنوع فيه او عنده ايقاف قيد، وجود فريره مطلع مجموعه من اللعيبه اللي الناس ايوه ما تعرفهمش، ناس مش عارفه دول كويسين ولا مش كويسين، حسام عبد المجيد، سيف فاروق جعفر، يوسف اسامه نبيه، سيد نيمار، وفجاه لقينا حسام بقى واحد من نجوم الفرقه. قول لي فيريرا بالنسبة لك ايه؟ يعني الراجل ده عمل لك ايه؟ اضاف لك ايه؟ هو بالنسبة لي الأب الروحي، يعني ده بالنسبة لي حاجة تانية، أنا يعني ده محطوط هنا في قلبي الصراحة يعني. بجد اه والله. والله بالنسبة لي يعني حاجة، هو بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. قول لي فرق معاك ازاي؟ بداية لقائك بيه كانت عاملة ازاي؟ اتكلم معاك قال لك ايه؟ هو كانت في البداية يعني لما وقف معانا كان وقف معانا كلنا، ما وقفش معانا لوحدي، ايوه اللي هيتمرن وهيشتغل كويس هو اللي هيلعب وهياخد فرصته، واللي هيعرف يمسك فيها هو اللي هيفضل موجود في الملعب، لغاية ما حصل المواقف اللي هي حصل، اللعيبة بدأت تقع مننا إصابات، هنا إصابة هنا إصابة هنا إصابة، فبدأ يدخل كل واحد شوية، لغاية الحمد لله يعني ما مسكت، قدرت أمسك في الفرصة وقدرت إن أنا أخليه يقتنع بيا يعني وأبقى في اي الملعب. كان ايه نصايحه ليك؟ يعني كان بيقول لك ايه؟ بيوجهك ازاي؟ يعني انا كل حد من اللعيبه اللي اشتغل مع فريره كان بيقول لي ان الراجل ده ليه نصايح كده فرقت في مشوار كل لاعب فيهم. أكيد طبعا ده كان بيعلمنا إزاي نقف في الملعب، يعني احنا اول ما هو جه وقفنا، لان الكوره انتوا بتلعبوا كوره تانية خالص، كوره مختلفه، انتوا لازم في حاجات كتير انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، فلما نزلنا الملعب بدا ازاي تقف، ازاي الهجمه تبقى هنا، تقف بجنبك ازاي، ازاي تقف وانت بتطلع بالكوره، ازاي تستلم بالرجل العكسيه، يعني حاجات كانت انا بالنسبه لي كنت اول مره اخدها اي لما هو بقيت معايا يعني، بس حاجات نفعتنا كلنا يعني.